ياسين أكبر الموسيقى صاحبي أخويا يعني بيناتنا واحد العشرة زويونة أكبر الموسيقى والموسيقى هي اللي مكملانا وخدمنا بروجيات بزاف مع بعضياتنا وكنتمنى ربي يسر ليه ويوفقو في هادشي اللي غادي فيها. بحال شي بروجي دي بروجي بزاف مع فنانة كبار بحال البروجي ديال الداودية الأول اللي بان زهري البروجي ديال اللي خرج دابا قبل 3 جوغ دابا ديال الداودية حالفة واك واك عباد الله بالمير الغربال المهم لي بروجي كاملين اللي خادمين معايا. عندكم شي بروجي قادم؟ ان شاء الله كاينين دي بروجي ان شاء الله كاينين. كاينين دي ولا كاين بروجي؟ كاين بزاف كاين بروجي ديالي انا ان شاء الله وكاينين دي بروجي مع فنان اخرين ان شاء الله. شنو هو اخر عمل ديالك؟ من التلحين ولا الاغنى؟ قول لنا التلحين وقول لنا من التلحين اخر عمل خرج هو ديال الحلفه ديال زينه الداوديه وان شاء الله كاينين اعمال اخرين جايين مع زينه ومع فنان اخرين. والعمل اللي خرجت انايا كنت خرجت اغنيه راي انتي وقلبك ودابا في الصيف ان شاء الله عندي واحد لا شونسون ان شاء الله اللي ستيل غندير فيها ستيل هندي ان شاء الله ويكون داكشي ان شاء الله زوين ان شاء الله. كيفاش كتخدم مع الدوبل؟ شويه ولفناها ولفتيها صح؟ ولفت صح شي ريزا مزيان. شي بوتيت اكستخي اي اغنيه كتعجبك ولا طونغ سون؟ نديرو حالفه بحلوفي. هي الحالفه وحلفة بحلوفي ما نتيق في كليان وحلفة بحلوفي ما نزيد خطوة في الغرام وحلفة بحلوفي ما نتيق في كليان وحلفة بحلوفي ما نزيد خطوة في الغرام. تبارك الله عليك. ديديكاس للبيغ ماك وكنشكركم على لي فان ديالي غنقول لهم كنبغيكم بزاف وتسناوني واخا تعطلت عليكم بزاف. تسنى بجديد ان شاء الله. السؤال ديال اجي انت اجي انت سي اشرف سي حبيبي شفتينا مرحبا انتي كتقرب عندي غتشد عندي واحد السكوب واش ندخل لاصال بعدا نضرب شي سكوب عندي واحد السكوب سمعت بانه غادي تكون من بين الناس اللي غادي يعطيو لي كور في هاد ليكوليت واش مستقبل ان شاء الله. ها ان شاء الله دونك غادي يحصل لنا الشرف انه غادي نجيو حتى حنايا نديرو لا سكريبسيون معكم. مرحبا نتعلمو ولكن مرحبا كتو هادي في شحال ديال الوقت غادي نكون عازف عود بالنسبه للعود انا ما نقدرش نعلمك العود انا كذا كنجيب لك الاب ديالي يعلمك العود اييه ياك انا دابا يلا بديت كنتعلم في المكتب هذا تعلم العود يعني هذا السكوب هذا يعني غتكون من بين الناس اللي غادي يعطيوك ان شاء الله ان شاء الله. كلمه للشباب المغربي اللي باغي يدخل الفن ولكن كيجي كيدخل الفن بلا امكانيات بلا ما يكون عنده واحد الباك جراوند واحد لاباس في الموسيقى واش هاد ليكول هادي غتعطيه واحد الدعم؟ بغينا نعطيو ميساج ليكول غتعطيه واحد الدعم ولكن الانسان خاصو يكون حتى هو يكون شابع موسيقى سامع بزاف وسيرتو دابا حاليا كتسمع في الموسيقى الجديده راه يعني كتجيني انا بعدا كتجيني بعدا الموسيقى اللي كاينه دابا جديده كتجيني سهله يعني الانسان خصو يسمع داكشي القديم بحال دابا انا فاش كنت صغير كنت كنسمع الوالد كيتسمع محمد عبد الوهاب داكشي القديم يعني ام كلثوم وداكشي داكشي دخل لي الدماغ كتقعد داك الساس فهمتي باش الا غنيتي شي حاجه دابا كتجيك سهله كتخدمها وانت مرتاح فهمتي. دابا ولا كلشي فاست فود يعني بحال كتمشي ماكدونالد فاش حيت كانت اغنيه فيها ساعه و يعني هذيك عطلة ديال ام كلثوم يعني كل دي سامبل داكشي ماشي كنقول ماشي كنقولوا بان الانسان خاصو يمشي لداكشي داكشي خاصو يكون عندك في الداخل فهمتي حيت كتاخذ منه بزاف فهمتيني بزاف كاينين تقدر تاخذ منه دي ميلودي افكار بزاف ديال الحوايج. عطينا واحد الكلمه في حق ياسين بن فضول تكون خارجه من القلب. ياسين بن فضول خويا وصاحبي وعشيري كنتمنى ربي يوفقك وكنشكرك على اي حاجه درتيها معايا وعاونتيني في بزاف ديال الحوايج اللي ما كنتش عارفهم وكنتمنى لك التوفيق حبيبي في اي حاجه والله يسهل عليك خويا. يعني صاحبك ديال الروح ديال الحمد لله الحمد لله وما كتغوتش كان معنا اشرف قهي ميرسي لوكو ميرسي انا كعرف زيد جابك كلهم مصوتين.